السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. والمشاهدين الكرام، كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غندوزكم الطبيعه اللي كاينه هنا في يعني في كيمادو، حدا كيمادو كاين واحد الطبيعه زوينه مع الشتاء اللي طاح تبارك الله. خليكم معايا ان شاء الله غادي يعجبكم الحال. غادي ندوزكم واحد الفيديو زوين بزاف، طبيعة في وسط المدينة. احنا كما كتشوفوا الدروج اللي كيهبطو كيمادو لتحت، شوفوا على الربيع تبارك الله. شوف شوفوا المشاهدين الكرام على الربيع، شوف على الربيع تبارك الله. احنا هبطنا من هنايا، انا كيديروا الحفلات فهاد البلاصة هادي. ولا اني غندوزكم واحد الفيديو، واحد اللي واحد فيديو معتبر هكي ماضو الوطي اللي كانوا تحت. شو على الطبيعة المشاهدين كان طبيعة، واش من الطبيعة. واحد قطيطه هنايا، النهار راكم تسالي ان شاء الله يجن فيديو طبيعة كيما هادو. شوفوا المشاهد الكريم على الطبيعة، شوف شوف على الربيع زاتيت ما ومقان شوي نار بزاف، زات كلشي دزيزة تبارك الله، كلشي دزيزة. شوفوا الشجور كيف دايرة، شوف على الطبيعة. ولا هي على الطبيعه هكينا انا، شوف شوف الله على مناظر، شوفوا شو على مناظر المشاهد. لا مناظر لا مناظر، ولا الدنيا كتحمق هنايا. شوفوا الربيع زاد يهما مقان شوي الطبيعة. ايوا تنظروا معنا المشاهدين الكرام، هاي 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 واليوم ان شاء الله غادي يعجبكم هذا الفيديو. شوفوا شوفوا على الطبيعه المشاهدين الكرام، الله على الطبيعه. هاد الدروج هادو زوين، يصوبوهم تبارك الله عليهم، صوبوهم عراضين يعني
وسعوهم مزيان شتو راه ما يثناو. هاد الناس اللي يضرونا الصراحة لقيتني ريون الطبيعي. مناظر مناظر حسيمة كلها مناظر تبارك الله صراحة. على مناظر كاينه هنايا. اليوم غندير لكم واحد الفيديو عجبكم بزاف. ها حنا هبطنا لتحت. ويا على يمني منظر هذا منظر واش منظر. شوفوا على الطبيعه اللي كاينه عليها. شوف على الطبيعه كاينه. شوف على الربيع طلع هنا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. احنا هبطنا لتحت. شكون غادي يقول لي شنو كان هنا في واحد الوقت في هاد البلاصه هادي؟ ايوا دابا هاد اللي تنطلعوا بعدا في هاد البلاصه نيت راه كان الدروج في الاول من هنايا كما كتشوفوا. الدروج القدامين كانوا من هنايا كانوا كنطلعوا من هنايا. ولكن في داك البلاصه نيت شنو كان فيها هاد البلاصه هادي؟ غادي نهبطو لتحت ونشوفوها. غادي نهبطو لتحت انا هو ديال المشاهدين الكرام. هو راه من هنا كانوا الدروج القدامي من هنايا. ولكن هاد البلاصه شنو كان فيها؟ هاد البلاصه بالضبط حنايا كاع ندخلوا ليها نوريها لكم. شوف الطبيعه هاد البلاصه هادي. شوفوا المشاهدين الكرام دابا بقات يعني مهمشه. ولكن شنو كان فيها هاد البلاصه هادي؟ وهاد البلاصه راه كان فيه واحد لابيسين زوين بزاف. هاد البلاصة كان فيه واحد لابيسين كنعقل عليه ملي كنت صغير كنعقل عليه شحال دخلنا في هاد البلاصة. لابيسين لابيسين ورا هاد البلاصة كانت لابيسين. واحد لابيسي زوين بزاف كتعطي واحد المنظر يعني وخصوصا اللي كيشوف من داك القاوي الفوق كتعطي واحد المنظر زوين بزاف. هادي النيت راه كانت لابيسي ودابا راه بناو لوطيلات وبناو. وشوفوا على الطبيعة شوفوا على الطبيعة. شوفوا على الطبيعة تبارك الله. هاي واحد قطيطة عندي. شوفوا على الطبيعة اللي كاينة حدا ميرامار كما كتشوفوا. واه الطبيعة ما شاء الله الصراحة كلشي خضر كلشي خضر تبارك الله. المنظر زوين بزاف. غنكملوا
على الطريق ديالنا. قيمتي كندخل المشاهدين الكرام، راكم تستعجلوا الفيديو لا مليح نهار. الوطيلات كما كتشوفوا، شوف جوج داك الجبل ولا كلشي خضر، زعطيت ما كلشي دا زيزه. صح لاباس بخير. ايوا الزيار مشي الوطيله ثاني ضروري ياك بعدا. الله يعطيك الصحة. والمنظر دا كمان يعلم ليها، المنظر واعر الصراحة. روحي دور كلشي دا زيزه. تبارك ها فصل الرابع. اش بعد السن بعد فصل الرابع؟ قال شنو هذا فصل الرابع ولا فصل الشتاء؟ ياك بعد تو هو فصل الشتاء ولا فصل الرابع؟ فصل الشتاء يا عذير وخا ياك هانيش انا. ايوا شنو الغريشي مليح خطواري وتي تبارك الله. يجي المنظر مليح بزاف الصراحه. 2300 تبارك الله. اوه تعجيب المناظر الصراحه. وقيل وقيل واسقان قناتين واتسين شو وقيل ياك فارس شادي دي فيديو دي يوتيوب نعمل ليكس ليكس ها ليكس دي يوتيوب ديال الحسين. ماذا مين فارس ديال الحسين؟ كيفاش مين تخزاد؟ مين تخزاد على حساب الحسين؟ ماذا من القناه اللي تخزاد ديال الحسين؟ بزاف القناه مين في القناه داري الريف ديال حسيمة تي في دين بزاف ولكن ياك الطاج مليح حسب شحال الليل بزاف. وقد قام الحسيمة سيتي جو مرات سري خاص حسيمة سيتي جو جو ياك تفرج دايسنا ولا؟ تفرج ياك. وقد القناتين ودابا راه تسن زينها راه تسوى ياك صافا يا سي. الله يرزقك بخير. خاصها تفرج نعم اسيدي نمشي نقدر نصعد ان شاء الله. والله يسهل الامور.